يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 16، الصغرى 12، الإسكندرية 16-11، مطروح 16-11، بورسعيد 18-12، والإسماعيلية 17-11. ننتقل للسويس 16-11، العريش 18-10، طابة 16-12، شرم الشيخ 21-14، والغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى فيها 21، الصغرى 9، أسوان 22-10، الوادي الجديد 20-8، شلاتين 22-15، وأخيرا حلايب 22-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.